لأول مرة منذ 15 عاما مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية بشقيها التشريعي والرئاسي وأخرى للمجلس الوطني. وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس ستجري الانتخابات التشريعية في 22 من شهر أيار المقبل، على أن تجرى الرئاسية في 31 من شهر تموز المقبل. وبحسب المرسوم تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس في 31 من شهر آب المقبل. رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر أكد أن التصويت سيجري بالاقتراع المباشر وليس إلكترونيا. أما عن انطلاقها في القدس فقد أكد ناصر أن اللجنة أعدت خططا بديلة بحثتها مع الفصائل في حال أعاقت سلطات الاحتلال الصهيوني عقدها بالمدينة، والتي تعتبر بمثابة معركة الفلسطينيين الكبرى في الأيام القادمة. في خطط بديلة نحتاج إلى بحثها مع الفصائل الفلسطينية، والفصائل جميعها يعني في حديثنا السابق معها هي مستعدة لخوض معركة من أجل القدس، وأنا في رأيي أن هذه ستكون معركة رابحة وعندنا البدائل المختلفة. المهم أن أهالي القدس يتمكنوا أن يشاركوا في الانتخابات. بعد المراسيم التي صدرت بخصوص مواعيد الانتخابات، تستعد الفصائل الفلسطينية لحوار آخر في القاهرة لبحث كافة تفاصيل العملية الانتخابية بما فيها ضمان احترام كل الأطراف لنتائج الانتخابات. وبعيدا عن المراسيم ووصف العملية الانتخابية بالخطوة المتقدمة والترحيب فيها من قبل حركة حماس والفصائل الأخرى، تطرح أسئلة كثيرة حول العقبات العملية والقانونية أمام إجراء الانتخابات، خصوصا في ظل تجارب سابقة لفشل الاتفاقات بين حركتي فتح وحماس، وفشل محاولة سابقة لإجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2016 بعد تقديم طعن أمام المحكمة العليا. الانتخابات الفلسطينية استحقاق ينتظره الفلسطينيون منذ زمن طويل، والتوافق الفلسطيني على إجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات لا يلغي التحديات التي تنتظر هذه العملية، وعلى رأسها الاحتلال الذي يراهن على فشلها.